هلا، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. انا زي الصابرين، معلمه الرياضيات للصف الاول ابتدائي في مركز تنميه الابداع الدولي في العراق. اليوم عندنا موضوع سابق العدد وتالي العدد وبين العددين. تعالوا نشوف درسنا ونفهمه لهذا اليوم. عندنا ثلاث اولاد يلعبون، احمد، علي، محمد. اجا علي وقال لهم أني وقفت بين أحمد ومحمد، أنا وقفت بيناتكم، أنا صرت بين. أحمد قال أني سابق علي، أنا سبقتك، أنا سابق علي. محمد قال أني التالي لعلي، أنا التالي يعني أتي بعده، أنا التالي لعلي. هسه عندنا رقم خمسة، اجت رقم خمسة وقالت اني بين. خمسة بين نفس علي، منو سابق رقم خمسة؟ اي رقم يأتي قبل الخمسة يسبقها؟ سابق رقم خمسة هو رقم اربعة، الاربعة سابق رقم خمسة. من التالي لرقم خمسة؟ التالي لرقم خمسة هو رقم ستة. حس عرفنا أن البين يكون بين الاثنين، بين يعني بالوسط، وأن الرقم اللي قبله السابق، وأن الرقم اللي يأتي بعده يسمى التالي. أن رقم خمسة بين، أربعة سابقها أصغر منها بواحد، وأن التالي رقم ستة أكبر منها بواحد. أخذنا من الفيديوهات السابقة أن البيت الأول هو بيت الآحاد والبيت الثاني هو بيت العشرات. كم مكعب عندي هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. كتبت رقم أربعة. كم عشرة عندي هنا؟ واحد، اثنان. كتبنا رقم اثنان. كم أصبح الرقم؟ نقرأ 24. كم مكعب عندي هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة. كتبت ثلاثة. كم عشرة عندي؟ واحد، اثنان. أصبح الرقم 23. الآحاد اثنان والعشرات اثنان، أصبح الرقم 22. هسه أنا أريد أعرف منو السابق وبين والتالي. السابق هو أول رقم يعني أصغر رقم. رقم شلون راح أعرف من الأصغر ومن الأكبر؟ إحنا دائما نقارن العشرات. هاي هي العشرات، إذا تساوت العشرات نروح على الآحاد. تعالوا نقارن العشرات. اثنان 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 مساوية، إذا ساوت وين أروح؟ أروح على الآحاد. أربعة ثلاثة اثنان، أصغر رقم منه اثنان، هو السابق. إذن 22 سابق يا رقم، سابق 23. ليش سابق 23؟ لأن هو أصغر منه برقم واحد. 22 23. من التالي 23؟ هو رقم 24. 24 يكون أكبر من 23 برقم واحد. هسه خلينا نشوف السابق هو 22، بينه هو 23، 24 هو التالي، العدد 23. هسه تعالوا نشوف الأرقام على لوحة المئة. هاي هي لوحة المئة اللي أخذناها بالفيديوهات السابقة. هسه تعالوا نشوف الأرقام. عندنا رقم 23. وين 23 على لوحة المئة؟ هذا هو رقم 23، خليت عليه مكعب. رقم 23، من السابق لرقم 23؟ أي رقم؟ رقم
22، ومن التالي رقم 23 هو رقم 24. هسا عندكم تنتبهون وياي انه رقم 23 هو بين 22 و 24. السابق 22 يكون اصغر منه برقم 1، والتالي لرقم 23 هو 24 ويكون اكبر منه برقم 1. هسه تعالوا انا وياكم نحدد رقم ونشوف الرقم السابق له واللاحق على لوحة المئة. عندنا رقم 27. من السابق الرقم 27؟ رقم 26 يكون أصغر منه برقم 1. ومن التالي رقم 27؟ من التالي رقم 28 هو التالي لرقم 27، يكون أكبر منه بواحد. هسا يا حلوين أريدكم كلكم وياي تطلعون صفحة 166 و167 من كتاب الرياضيات، سابق العدد وتالي العدد وبين العددين. عندنا رقم 33، 33، 34، 35. 34 هو بين 33 وخمسة وثلاثون. 33 هو سابق 34، 33 سابق 34. 34 بين 33 وخمسة وثلاثون. العدد 35 هو التالي 34، مثل ما قبل شوية شلون شرحناها انه 34 هي اللي بالوسط، اللي هي حصير بين العددين، و 33 راح يكون اصغر بواحد من 34 فهو السابق اللي راح يسبقه، والتالي اللي يجي بعد 34 واللي هو التالي رقم 35. هسه كلكم وياي نحل فقرة اتأكد نقطة رقم 1. عندنا اعداد ومنطينا السابق والتالي، منطينا اعداد ما بيها سابق وتالي، اريدنا احنا نحلها. عندنا العدد 45، من سابق 45؟ 44، ومن التالي 46. عندنا العدد 67، 67 تعالوا نشوفها على لوحة المئة ونعرف من السابق 67 ومن التالي للسبعة وستون. العدد هو 67، هاي هي لوحة المئة. أين 67؟ هذا هو العدد 67. من السابق لسبعة وستون؟ 66. نكتب 66. من التالي لسبعة وستون هو العدد 68، راح نكتب هنا 68. هسه عندنا الرقم العدد 93، العدد 93، يلا وياي كلكم، أين عدد 93؟ 93 من السابق 93؟ 92، ومن التالي 94. يلا هسه نكتبها، السابق 93 هو 92، والتالي هو 94. عندنا هنا رقم 84، 84 السابق ل 84 هو 83، التالي ل 84 هو 85. ما ننسى انه التالي يكون اكبر من عنده بواحد والسابق يكون اقل من عنده بواحد. هسه عندنا نقطة رقم 2 من فقرة اتأكد.
منطينا السابق والتالي، أريد البين. اكتب العدد بين العددين. عندنا رقم 80 هو السابق. ما الرقم 80؟ هذا هو رقم 80. وعدنا التالي 82. 80 و82. من بين 80 و82 أي رقم؟ بينهم رقم 81. راح أكتب هنا 81. عندنا رقم 74 هو السابق. 74 هو السابق. التالي 76. 74 هو السابق. التالي 76. من بين 74 و76 75. راح أكتب 75. عندكم هاي نقطتين راح تصير واجب عليكم تحلوا لي منو التالي، منو بين رقم 19 و21، ومن بين رقم 39 و41. هسه عدنا فقرة أحل نقطة رقم 3. اكتب العدد في المربع. عدنا الأعداد منطينا العدد اللي هو العدد بينه، نريد السابق ونريد التالي للعدد. عدنا رقم 22. رقم 22 منو السابق ل22؟ هو 21. نكتب 21. من التالي ل22؟ هو 23. نكتب 23. باقي هاي النقاط راح تصير واجب عليكم تحلوا ليها بنفس الطريقة، تكتبوا لي سابق كل عدد والتالي. عندنا هنا منطينا السابق والتالي، بس ما منطينا البين. عندنا 97. تعالوا نشوف 97. هاي هي 97، ومنطينا رقم 99. 97 و99 من بيناتهم أي رقم وأي رقم؟ رقم 98. راح نكتب 98. عندنا رقم 49 و51. يلا خلينا نشوفها. وين 49؟ 49 و51. هاي الرقمين من بيناتهم 49 يأتي بعدها 50 ثم 51. إذن بينهم رقم 50. راح نكتب رقم 50. هاي النقاط راح تكون واجب عليكم تحلوا لي بنفس الطريقة. أريد الرقم بين 30 و32. أي 30 من يأتي بعدها ليصبح بين 30 و32؟ عندنا نقطة رقم 4. اكتب 3 أعداد بين 20 و75. عندكم من رقم 20 إلى رقم 75 تقدرون تكتبوا لي 3 أعداد تكون ضمنها. يعني شون؟ يعني هل رقم 20 إلى 75 كل هاي الأرقام اللي موجودة بيناتهم أنا أقدر أكتب 3 أرقام، أي 3 أرقام أنا أريدها. أنا راح أكتب بين 20 و75 رقم 30 40 50. هاي الأرقام راح تكون بينات 20 و75. هسه عدنا فقرة أفكر نقطة رقم 5. ألاحظ الأعداد 82 و81 و83 وأملأ الجدول. عدنا هاي 3 أعداد
أريد أني أرتبها أشوف من السابق ومن البينة ومن التالي. السابق أول رقم راح يوصل، يعني أسهل رقم بيهم منو؟ أروح أقارن أول شيء العشرات، عشرات ثمانية ثمانية ثمانية، نفس الشيء إحنا قلنا إذا ساوت العشرات وين أروح؟ أروح على الآحاد، ثلاثة واحد اثنان، منو أصغر واحد بيهم؟ منو سابقهم كلهم؟ واحد وثمانون هو السابق. بعد واحد وثمانون منو؟ اثنان وثمانون أم ثلاثة وثمانون؟ اثنان وثمانون. يأتي بعد واحد وثمانون ثم رقم ثلاثة وثمانون، أصبح اثنان وثمانون بين واحد وثمانون وثلاثة وثمانون، وأصبح واحد وثمانون هو سابق اثنان وثمانون، وثلاثة وثمانون هو تالي العدد اثنان وثمانون. ولهنا خلص درسنا وياكم، إن شاء الله ربي استفادتوا من عنده وعرفتوا شون السابق والتالي، ودائما نقارن العشرات، بعدين إذا العشرات اتساوت نروح على الآحاد ونشوف أصغر واحد هو راح يكون السابق، ثم بينه ثم التالي يكون أكبر من بينه بواحد. ولا تنسون إذا ما قدرتوا تحلوها بهاي الطريقة تحلوها على لوحة المئة، وحلوا الواجب مثل ما أني حليت، وكملوا لي الواجبات اللي أني أنطيتكم إياها. يلا إن شاء الله نشوفكم فيديو جديد، باي باي.